السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده هيكون معادنا مع درس جديد، درس البوادق واللواحق. يعني ايه بوادق؟ يعني ايه لواحق؟ طبعا احنا عارفين ان الكلمه او الفعل في اللغه الانجليزيه تمام قد ياتي في صوره جذريه او صوره روت. يعني ما هو الجذر او ما هو الروت؟ الجذر او الروت يعني اصل الكلمه، اصل الكلمه. الكلمه بدون اي اضافات في بدايتها او نهايتها تسمى اصل الكلمه، تمام؟ طبعا الكلام ده موجود عندنا في العربي برضو. اللغه الكلمه، في لو دورت عليها في المعجم هتلاقي يقول جذر الكلمه او الكلمه بدون اي اضافات في بدايتها او في نهايتها. نفس الموضوع عندنا في الانجليزي، عندنا حاجه اسمها prefixes وحاجه اسمها suffixes. ايه هي prefixes؟ هي مقاطع بتضاف في بدايه الكلمه، و suffixes هي مقاطع تضاف في نهايه الكلمه، او بنسميهم بالعربي البوادق واللواحق. يعني المقاطع التي تاتي في بدايه الكلمه والمقاطع التي تلحق الكلمه في نهايتها او بتاتي في نهايه الكلمه. كده عرفنا تعريف الprefixes والsuffixes، تمام؟ هنبتدي مع بعض بالprefixes ونقول الprefixes مقاطع تضاف إلى بداية الكلمة، تضاف إلى بداية الكلمة. مثال un ده مقطع بيضاف في بداية الكلمة ليغير معنى الكلمة إلى النفي. يعني عندي كلمة خلاص فعل مثلاً وعايز احط له ان في البدايه. طبعا كلنا عارفين الفعل لايك. الفعل لايك ده له معنيين، معنى يشبه يعني حاجه شبه حاجه، او بمعنى يحب. خلينا الاول في المعنى الاول اللي هو يشبه. لايك يعني يشبه. لما اقول مثلا احمد is like his father، يبقى احمد شبه والده، خلاص كده. طيب عايزين نقول احمد لا يشبه والده، اقول ايه؟ أحمد is unlike his father. unlike جيت هنا على like يبقى un هنا معناها لا يشبه. ناخد مثال كمان. done معناها انتهيت خلاص. undone معناها لم انتهي، لم انتهي. تمام كده خلاص. predictable، كلمة predictable معناها متوقع. طب كلمة unpredictable هنضيف برضو يو ان قبل كلمة predictable معناها غير متوقع، غير متوقع. طيب ناخد مثال تاني. تأتي this لكي تعطي عكس الكلمة، عكس الكلمة. طيب كلنا عارفين لما بتتوصل على الانترنت بالموبايل او بالكمبيوتر يبقى اسمها connect، connect يتصل بالانترنت. طيب لو حطيت عليها كلمة مقطع this في البداية بقت disconnect. ده معناه ايه؟ معناه ينقطع الاتصال او يفصل الاتصال، تمام؟ طيب نرجع تاني للايك. لايك هنا معناها يحب، خلاص. لما تقول اي لايك مثلا مانجوز، تمام. طيب انا مش بحب المانجا، اقول ايه؟ اي ديسلايك مانجوز، خلاص. يبقى هنا ديس معناها يحب، نفيها ديسلايك. اما لايك كان معناها يشبه، كان فيها unlike. فعايزين ناخد الفرق ما بين unlike لا يشبه، dislike لا يحب. allow معناها يسمح، اما كلمة disallow معناها لا يسمح. طبعا برضو هنضيف this بما ان هي بتعطي عكس الكلمة، خلاص، وتبقى disallow معناها لا يسمح. بعد كده عندي mid. تأتي مد لتعطي معنى في المنتصف، تديني معنى في المنتصف. ترم كلنا عارفين الترم الدراسي، لو حطينا عليها مد تبقى مد ترم معناها منتصف الترم، منتصف الترم. في ناس بيبقى عندها في الجامعات عنده حاجة اسمها امتحانات الترم وامتحانات المد ترم، خلاص. نايت معناها الليل، طب منتصف الليل تبقى برافو عليكم مد نايت. داي معناها يوم، طب ميد داي تبقى ايه؟ ها برافو، تبقى منتصف اليوم، منتصف اليوم. خلاص؟
تأتي IR وIM وDE لتعطي معنى النفي أيضا. طبعا IR وIM وDE بتضاف إلى الكلمة في البداية لكي تعطي معنى النفي. خلاص، شوف معانا الأمثلة دي. regular معناها منتظم، طب نحط لها IR في الأول تبقى irregular معناها غير منتظم، معناها غير منتظم irregular. خلاص، possible معناها ممكن أو متاح، نحط لها im في الأول تبقى impossible معناها مستحيل، غير متاح، غير ممكن، وهكذا. code معناها يشفر، يعني بيشفر حاجة أو بيقفل حاجة بباسورد مثلا، عكسها decode، decode يعني فك التشفير، فك التشفير. تمام معايا كده؟ ما تنسوش لو متابعين الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم آخر تحديثات للفيديوز إن شاء الله الجديدة اللي هنعملها. تأتي سيمي لتعطي معنى شبه، شبه يعني مش حاجة كاملة، شبه كامل. خلاص، طبعا عندي كلمة circle، لما يكون عندي دايرة أرسم دايرة كده، دايرة في الإنجليش اسمها إيه؟ اسمها circle. طيب لو عايز أقول شبه دائرة، يعني دايرة مش منتظمة، أقول إيه؟ semi circle، semi circle. تمام. طيب في ماتشات الكورة لما نقول الماتش اللي قبل الأخير، الماتش الأخير بيبقى اسمه إيه؟ final. طب الماتش الشبه الأخير أو شبه النهائي بنقول عليه semi final، semi final. تمام كده؟ خلاص؟ خلاص، ملاحظين إن كلمة final دي كلمة روت، يعني كلمة من أصل القاموس، خلاص؟ غير مضاف لها إضافات، وبالتالي لما حطيت سيمي قبليها عرفت إن سيمي مجرد بوادق أو بريفكس أو حاجة بحطها في البداية. خلاص؟ لذلك لازم ننتبه جدا، ساعات بتبقى فيه كلمات خلاص ممكن تلاقي بدايتها حرفين او 3 حروف او 4 حروف، انت كنت ممكن تفكر ان دول مقاطع بداية خلاص، ولكن في الاصل الكلمة هي كده كده بتحتوي على الايه، المقاطع، الحروف دي في البداية من اصلها وليست مضافة إليه، وليست مضافة إليه. خلاص، هنقول الكلام ده، هندي له مثال بالتفصيل دلوقتي. خلاص، طيب كلمة fire معناها يطلق النار، خلاص معناها نار ومعناها يطلق النار. تمام، miss fire يعني يخطئ، لأن كلمة miss تأتي لتعطي معنى يخطئ. miss judge، judge وmiss judge، judge معناها يحكم، اما مس جادج معناها يخطئ في الحكم. ليه؟ لان مس لما بتيجي في بدايه الكلمه تيجي بمعنى يخطئ. خلاص، تاتي صب لتعطي معنى بالاسفل او تحت. وي يعني ايه؟ كلنا عارفين وي يعني طريق. طب صب وي معناها نفق، يبقى تحت. ايه هو الطريق اللي تحت؟ النفق. خلاص، مارين تعني قطعه بحريه، اي حاجه بتمشي خلاص، زي السفينه مثلا، اي حاجه بتمشي على البحر. تمام، زي السفينه. طيب عكس السفينه ايه؟ الغواصه، اللي هي سب مارين، سب مارين. هنا حطينا سب خلاص وحطينا بعديها كلمه مارين، يبقى مارين قطعه بحريه، سفينه مثلا. سب مارين معناها غواصه، لان سب معناها تحت. ايه اللي بيمشي في البحر من تحت ويكون قطعه بحريه من صنع الانسان عكس السفينه ايه؟ الغواصه. تمام، فهمتوا؟ ثانيا اللواحق، اللواحق هي عبارة عن كلمات، مقاطع تأتي في آخر الكلمات خلاص لكي تغير. طب المرة دي بقى هل السفكسز بتغير معنى الكلمة؟ قال مش بتغير معنى الكلمة، بتغير شكل صيغة الكلمة. يعني عندنا الصيغ في الإنجليزي اللي هي القواعد، لو نفتكر كده، الاسم، الفعل، الصفة، الحال، وهكذا. طب عشان أغير من اسم الفعل، طب عشان اغير من فعل الحال، طب عشان اغير من اسم الصفه، بعمل ايه؟ اضيف حاجات في البدايه؟ لا، ما ينفعش. اغير في نهايه الكلمه، فاضيف الايه؟ اللي هي suffixes او اللواحق. فتعريف اللواحق زي ما قلنا كده مكتوب معانا، تاتي في اخر الكلمه وتغير من صيغه الكلمه، اي من فعل الى اسم، او من اسم الى صفه، او من صفه الى حال. خلاص،
ناخد مثال تأتي تي اي او ان، وطبعا تي اي او ان عشان تبقوا عارفين اسمها شن، لتحول فعل الى اسم. تحول الفعل الى ايه؟ الى اسم. مثال كلمة translate، ده فعل بمعنى يترجم. طب عايز اخليه من يترجم الى ترجمة، اعمل ايه؟ تمام، شايفين الايد في الاخر دي؟ دي بنشيلها، خلاص بنشيلها ونضع خلاص تي اي او ان، تي اي او ان خلاص تمام، تحذف اي قبل اضافه تي اي او ان. بس في عندي هنا كمان ملاحظه، هو انا لما حذفت الاي شايفين الاي، طب مش في عندي تي هنا صح؟ طب هينفع اسيب تي واحط كمان تي اي او ان؟ قال لك لا، هنا التكرار هنا ملوش لازمه خلاص، فهتشيل الاي والتي مع بعض كده وتقوم حاطط ها تي اي او ان، او ساعات بنسهلها اكتر نقول لا ضيف للكلمه دي اي او ان بس، اي او ان بس، شيل الاي يبقى حذفنا الاي. طيب محتاجين ايه بقى من باقي فاضل من الشان؟ فاضل الاي والاو والان، ضيف بقت ترانسليشن، يترجم تبقى ترجمه. اي ان جي تحول الفعل اما الى فعل مستمر او الى اسم فاعل. اي ان جي تحول لاي فعل، من فعل عادي لفعل مستمر يعني بيحصل، او من فعل الى اسم الفاعل. تعالوا نشوف الفرق كده بين الفعل المستمر واسم الفاعل ببساطه. هي بلايز فوتبول، هي بلايز فوتبول عندي هو بيلعب الكوره، دي حاجه عامه بتكلم على شخص ان هو بيلعب كوره، بيحب يلعب كوره، بيلعب كوره عاده كل اسبوع ولا حاجه. طب لو انا بشوفه بيلعب كوره دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي على فيرب بلاي واحط له اي ان جي، يبقى هي از بلاينج فوتبول، يعني هو بيلعب كوره دلوقتي خلاص. طيب سويم يعني يعوم، طب سويمينج خلاص معناها ايه؟ السباحه، السباحه تمام. طب ازاي هستخدم اسم الفاعل تمام كده ان هو يبقى عندي فيرب واحط له اي ان جي واستخدمه كاسم فاعل، مش كفعل مستمر، لا كاسم فاعل. ببساطه جدا بحطه في اول الجمله، بحطه فين؟ في اول الجمله. فلما اقول swimming is a good sport معناها السياحه، السباحه هي رياضه جيده، السباحه هي رياضه جيده خلاص. اما لو قلت he is swimming now، لا بمعنى هو بيعوم دلوقتي. تاتي اي دي بتغير زمن الفعل الى الماضي، مثال play تبقى played، play تبقى played، start تبقى started، يلعب لعبه في الماضي، start يبدا، started بدا خلاص. يبقى الاي دي هتحول للفعل ماضي. تاتي full، ودي full اف يو ال مش اف يو ال ال خلاص، وتعطي للكلمه معنى مملوءا به، مملوءا به. كير يعني ايه كير؟ كير معناها الاهتمام، الاهتمام خلاص. طيب عايز اقول ان الشخص ده حريص او مهتم، او جاي على كلمه كير في النهايه وضايف اف يو ال، اف يو ال خلاص. ففي سؤال هنا ممكن حد يسال، طيب هو انا يا مستر ينفع اضيف اي مقطع بمزاجي لاي كلمه؟ بنقول له لا، ما ينفعش انت تجيب كلمه معينه وتقرر ان دي هضيف لها فول عشان يبقى معناها مملوء بيه خلاص. لا، الجايد او القاعده دي بتقول لما تيجي تقرا الكلمه خلاص وتشوفها مكتوبه قدامك في القاموس بالاضافات دي سواء في البدايه او في النهايه، ان انت تبقى عارف معنى الكلمه الجديد ايه، معنى الكلمه من غير الاضافه ومعنى الكلمه بعد الاضافه خلاص كده. انما الكلمات ثابته، الاضافات بتاعتها في البدايه ثابته والاضافات بتاعتها في النهايه ثابته كما هي موجوده في القاموس. انا ما ينفعش اغير او اخترع اضافات او اضيف اضافات لكلمه ما ينفعش يضاف لها الاضافات دي خلاص. بعد كده جريت، جريت دي مش عظيم، جريت دي معناها امتنان خلاص، شخص بيمتن لحد ان هو عمل فيه خدمه ماشي. طيب تبقى نضيف لها فول اف يو ال، تبقى grateful، grateful يعني ممتن، الشخص ده ممتن تمام. تأتي اس في نهاية الاسم لتعطي معنى الجمع، سهلة جدا طبعا كلنا عارفينها. لو عندي اسم مفرد أضيف له اس في الآخر يبقى جمع، زي book كتاب، books كتب، girl بنت، girls بنات،
تأتي ly في نهاية الصفة لتحولها إلى حال. خلاص، مثال slow بطيء. طب slowly ببطء، أنا عندي slow صفة معناها بطيء. طيب الحاجة دي بتمشي ببطء يبقى بتمشي slowly. slowly عبارة عن slow الصفة مضاف لها ly فأصبحت حال، يبقى الصفة لو ضفت لها ly في الآخر أصبحت إيه؟ حال. خلاص كده تمام. كويك سريع، كويكلي ها بسرعة، كويكلي بسرعة. تمام كده، دي كانت البوادئ واللواحق. درس مهم جدا، مهم جدا انك تيجي تتعلم انجلش في الاول تبقى فاهم الكلمات اللي انت بتقراها شكلها ايه وجت كده ازاي. واتمنى ان الدرس يكون عجبكم. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتشير الفيديو لأصدقائك وتفعل الجرس عشان يجيلك التنبيهات الجديدة. هسيب لكم أسفل الفيديو إن شاء الله رابط بمذكرة صفحتين مش كبيرة باللغة الإنجليزية فيها جميع البوادئ واللواحق سواء اللي شرحناها أو اللي ما اتشرحتش، لأن الدرس كبير جدا إن شاء الله هنحاول نعمل منه أجزاء تانية مستقبلا. كان معاكم أحمد حلمي من قناة خبراء اللغة الإنجليزية، أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.